من اليمن حضرموت رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين، يقول: عندنا كل المصلين في قريتنا قبل صلاة العصر يؤدون أذكارا جماعية وبصوت مرتفع في المسجد، وبعد الصلاة كذلك يقوم بالتهليل والتسبيح والاستغفار بصوت مرتفع وجماعي، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا. الذكر الجماعي قبل الصلاة أو بعدها بدعة محرمة لا يجوز، لأنه عمل غير مشروع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المشروع أن كل مسلم يذكر الله في نفسه منفردا عن الآخرين، لا يرتبط بصوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون. كل هذا من البدع التي يأثم المسلم بها ولا يؤجر عليها. فعليكم بترك هذه العادة السيئة لأنها محدثة، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة.